طيب لما رحت عبد البقال وعم خيري خدوك ودوك النادي الاهلي، ده كان حلم بالنسبه لك ولا كابتن طه كنت بتقول وانت بتلعب كوره الكاوتش وكوره الشرف في الشارع كده انا عاوز ابقى زي النجوم الموجوده في النادي الاهلي انا مش اقل منهم؟ كان احساسك ايه لما دخلت النادي الاهلي؟ لا كان صدمه. صدمه؟ صدمه، لان انا طبعا ما كنتش افكر مطلقا في يعني الموضوع. صدمه بفرحه ولا صدمه بفرحة؟ لا صدمه بفرحه ومفاجاه. خوف؟ صدمه ومفاجاه ان انا اروح النادي الاهلي. انا بلعب في النادي المصري ولا حدش داري بيه بنلعب يعني. وانت كنت بتشوف بقى النجوم الكبيره دي كلها؟ بالظبط. يعني ما بنشوفش كتير لان ايام ما كانش فيه تلفزيون. ونادرا لما كنا نروح مباريات، انا كنت في المعادي طبعا، لما بروح لازم اركب بقى اروح المترو، ولا ما كانش مترو طبعا. كان قطر. قطر طبعا، قطر عشان نروح اتفرج على النادي الاهلي ولا اتفرج على الزمالك، نادرا ما كانت بتحصل يعني. انما فوجئت ان اما جه وقال لي انا منعم حسن هو يخضك كده لما يكلمك انا من النادي الاهلي، حضر شنطه وتعالى. ده عم عبد البقال. ده الكلام ده الساعه 12 بالليل. طب وانت بتلعب يا كابتن كنت بتشجع الاهلي ولا الزمالك؟ بامانه. لان انا عارف انت الصدق والامانه عندك، عشان كده سموك الشيخ طه. لا هو جت فتره كنا يعني احنا اللعيبه اللي بنلعب في المعادي فكنا نتحدى بعض، فيقولوا دول فريق بيشجعوا الزمالك ودول فريق بيشجعوا الاهلي. كنت تلعب انت فريق الزمالك؟ لعبت مع فريق الزمالك. ايوه قول الكلام ده. وعلى فكره بالمناسبه هقول لك على حاجه تانية. نفس موسم السالات ده قبل عبد البقال ما يجي لي، خدني مصطفى يونس اللي هو سكرتير النادي المصري القاهره. النادي المصري القاهره، هو زملكاوي. وخدني نادي الزمالك ورحت اتمرنت في الملعب الفرعي، كان في بعض اللعيبه الاحتياطيين كده اتمرنت معاهم. وتشاء ظروف ان انا رجعت في تاكسي، مين في بقى راكب فيه؟ محمد حسن حلمي ونور الدالي في التاكسي. ما هم دول ساكنين في المعادي. ايوه. محمد حسن حلمي ساكن في عماره. التاكسي كان بقى بياخد اربعه خمسه معاه. لا احنا كنا ثلاثه بس، هم وانا. وركبت معاهم، ما تعرفش ازاي جت المناسبه، مين ركبني؟ يا مصطفى ركبني معاهم، عارف ان انا في المعادي. فركبنا تاكسي من الزمالك لباب اللوق. المعادي. لباب اللوق. وباب اللوق نزلنا ركبنا القطر. ولما نزلنا من القطر نور الدالي راح بيته، او على فكره بيته كان جنب بيتي. وكابتن محمد حسن حلمي راح على كان في عماره في ميدان الحريه. أيوه. كان ساكن فيها. لكن ما حدش كلمني منهم خالص. وتشاء الظروف ان هي بعد 3 4 ايام كده كنا بنلعب في نادي نوبي، اسمه النادي النوبي، كنا بنلعب بينج بونج وحاجات، نقعد كده بالليل فيه. فجالي عبد البقال قعد يسال وبتاع، لما قال لي روح هات شنطه وتعالى. خدني ورحت النادي الاهلي طبعا بالليل الساعه 12، مفيش حد خالص. لقيت الشربيني بالليل. لقيت الشربيني موجود. ده كان قاعد فين الكابتن شربيني؟ جايبه من المانيال. هو بقى عايش في المانيال وجابه بقى، وله قصه برضه الاخر. ادي صوره الكابتن شربيني. فاحنا لعبنا سنتين في النادي المصري مع مصر القاهره مع بعض. مصر القاهره. وبعدين كنا بقى كل واحد فينا له هجمه يخلصها لوحده. ما كنا بنلعب مع فرق انفرادات يعني بقى تقال وناس بتشتغل وتعبانه وبتاع. عبد البقال خدك ورحت النادي الاهلي بالليل الساعه 12. الساعه 12. خدنا الساعه 12 وبعدين بعد كده خدنا على البيت عنده. بعد النادي الاهلي. بعد النادي الاهلي. ايه بقى بيتوا عنده في البيت؟ بيتنا للصبح. والصبح راح واخدنا على راس البر. ما هو ده كان يوم 14 يوليو قبل يوم من الانتقالات. فخدنا عشان خبينا في راس البر، ايام كان بيتقال بقى ايه خطف النجوم ومش عارف ايه وكلام، ما كناش نجوم لسه يعني. وكانت تسمع يقول لك ايه بيلبسهم زي ملايه برقع ومش عارف ايه والكلام ده. هو قال لك الشربين لما راح خده قالوا كده ان هو لبس مش عارف كذا عشان لما يدخل ما يشوفوش. خدنا ودانا راس البر، وكان في كابتن شطاره الله يرحمه كان موجود، هو من دمياط وكان بيلعب في النادي الاهلي، فقال له دول معاك لحد ما انزل اجيب الكشوفات بكره. فسابنا خدنا عجل وقعدنا نمشي بتاع، جه ما لقناش، فمسك شطاله بقى قال لك دول حد خطفهم او حاجه زي كده. المهم يعني قعدنا بقى يومين وجت جاب الكشوف ومضينا. خلاص بيتوا على ذمه النادي الاهلي. فقال لي بقى ايه، شوف هقول لك على حاجه، انت تنزل النادي الاهلي. انا بقى ما دخلتش اداره النادي الاهلي دي ابدا، انا دخلت الملعب من ورا من المدرجات. لما جاب لك الكشوفات دي او الاستمارات دي يا كابتن كانت سنه كام بالظبط؟ كانت ست كانت سنة 57. يوليو 57. قال لي هتنزل للنادي، هتدخل من باب النادي اللي جنب الجامع ده، تدخل على ايدك الشمال عند صالة راتب، انا ما اعرفش صالة راتب العجب بس اخدت الخريطة يعني، وهتدخل عند حلم افندي في الخزنة.
قلت له طيب. امال كان شركه السكر ايه يا كابتن؟ لا انا اللي عند احمد عبود باشا. لا ده عبود باشا ده للناس بقى القدام كانوا في موسم الاستقالات خبوهم في ارمنتس. مزارع السكر اللي في ارمنتس بتاع تبع عبود باشا عشان ما تخطفوش. حتى ايام احمد عبود باشا. بس فروحت بقى لحلم افندي فاداني ظرف كده وقال لي الحاج حلم عبد الرازق. ايوه عشان ده كلنا ده. طبعا. فمضيت بقى شوف بقى الشيكات بقى فقلت بقى فتحت كده وشوط لقيت 30 جنيه 30 جنيه في الزمن ده حوالي 3000 او اكتر كمان يعني مش بالشكل ده لكن هي 30 جنيه كبير لان الجنيه كان له قيمه كبيره طبعا في طبعا يعني الجنيه ايام اذكر كان بياخدنا نلعب ماتشات في الاقاليم ودخلنا مطعم كل واحد ربع كباب ب 12 قرش ونص ربع كباب ده كان اول مبلغ تاخده كابتن اول مبلغ اخده في النادي 30 جنيه شلتهم ازاي وانت ماشي بقول لك ايه انت فكرتني فكره استاد النادي الاهلي ده لما عملوه في الاول تيتش واول ايراد جه فيه 80 جنيه فمجلس اداره كون لجنه تاخد ال 80 جنيه تديها البنك احسن يسرقوا لو واحد راح لوحده يا خبر ابيض 80 جنيه 3 جنيه طبعا انا اخدتهم حطيتهم في جيبي بقى 30 جنيه انت ها 30 جنيه 30 جنيه 30 جنيه حسيت بقى ان انا يعني ايراد مباراه كامله في جيبك يعني شايل كل جماهير مصر في جيبك يا كابتن